السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن سلسلة كده تعليمية كده بسيطة للتعليم الاكسل في اوفيس 2010 و2013 و2016، مفيش مشكلة علشان هما كلهم بيبقوا نفس الفانكشن اللي انا هقولها. تمام، مبدئيا كده يا جماعة، ان في الاناليتكس او اللي هي التحليلات اللي بتجيلي من اليوتيوب، ان 80% من اللي بيتفرجوا على اليوتيوب ما بيشتركوش على القناة. فاتمنى حضرتك بس لو لدعمي بس بعد اذنك حضرتك تنزل تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وحضرتك تنزل تشترك في القناة. احنا ما بنتكلمش في الاكسل بس، لو حضرتك اول مرة تعدي في الفيديو ده حضرتك، احنا بنتكلم عن الساعات، بنتكلم عن التخسيس، بنتكلم عن العضلات، بنتكلم عن المعلومات العامة، بنتكلم عن اي حاجة. لو حضرتك حابب انك تبعت لنا بوست انك حضرتك تشارك معانا مفيش مشكله. حضرتك عايز تعمل فيديو ليك وتبعته لنا، واحنا وانا ارفعه لك على الفيديو عندي على القناه عندي، مفيش مشكله. اتمنى بس حضرتك ان الفيديو ده يعجبك، وما تنساش طبعا تدعمني بلايك وسبسكرايب. نخش في الفيديو. اولا ايه هي الفي لوك اب؟ الفي لوك اب دي يا جماعه انا على طول بقولها دي الداتا الاساسيه، دي قصدي المين فانكشن اللي في الاكسل، ودي انا بقول عليها ان هي اسمها ابره في كوم قش. دي ابره في كوم قش، اللي احنا بندور على حاجه ابره في كوم قش. الابره اللي هي التيبل البسيط الجميل ده، اللي هم ايه، احنا عندنا هنا مثلا ده تيبل كبير قوي. التيبل ده فيه حوالي 462 واحد، 461 واحد عشان دي هنشيلها من فوق. ده تيبل كبير فيه اشخاص كتير، كولورس وبشوي وعمرو ونرمين وايمان ومايكل وكتير قوي. تمام، بالاكواد بتاعهم، يعني كل واحد ليه كود وده الاسم بتاعه قدامه. تمام، الفكره بقى في ايه؟ الفكره ان احنا عندنا تيبل بسيط جدا، عايزين التيبل ده مثلا وليكن مثلا طلع منه مثلا حوالي 6 او 7 اشخاص، احنا عندنا بس منهم الاكواد بتاعتهم، الكود بس بتاعهم 260 301 324 وهكذا. تمام، بس احنا ما عندناش اساميهم، فعايزين نجيب اساميهم. تمام كده، اظن المعلومه واضحه. الموضوع هنا سهل، دولت 6 اشخاص، يعني مش ممكن ما تحتاجش في لوك اب. لكن لو تخيل مثلا لو دولت 1000 شخص وبتدور في مثلا داتا فيها 70000 شخص، هتجيبهم ازاي؟ لازم يبقى في حاجه اوتوماتيك تدور بيها. الحاجه الاوتوماتيك دي اللي هي ايه؟ اللي هي الفي لوك اب. تمام، الفي لوك اب دي، الفي لوك اب دي بتتجاب عن طريقين، عن طريق حاجتين، ممكن تعملها مانيوال وممكن تعملها اوتوماتيك. انا شخصيا بفضل مانيوال، او زي ما تقول اتعودت على المانيوال. اما الاوتوماتيك فهنقول هنعمل ايه. هنيجي نقف هنا في المكان الفاضي اللي هو محتاجين، يعني ايه محتاجين؟ الاسم، احنا دي السيل فاضيه، دي اسمها سيل، سيل دي يعني خليه، فاحنا واقفين في خليه فاضيه، فالخليه دي اللي احنا عايزين نملاها باسم باسم الشخص ده. فنعمل ايه؟ فنقف هنا في المكان الفاضي ونيجي على حاجه اسمها اف اكس، دي انسرت فانكشن، يعني ادخل معادله ونضغط عليها هنا. تمام، ونكتب هنا في السيرش كده، نكتب في ال او او كي وندوس انتر. اي ظهرت اهي، ندوس عليها مرتين. تمام، اهو دي بقى، دي المعادلات او دي البيانات، دي الايه يعني، اقول لك دي الم... دي الم... يعني ايه، دي المعطيات وانت بتدخلها المطلوب. بمعنى انا يعني انا اشرحها لك يعني اسرع. اللوك اب فاليو دي اللي هي ايه؟ اللي انت عايز تدور بايه. اقول له انا عايز ادور بالكود، هو ده الكود اللي احنا عايزين ندور بيه علشان عايزين نعرف اسم الراجل. ندور بالكود اهو، ونيجي نقف تحت في الخانه اللي بعديه. طب انت عايز تدور بيه في بالكود ده فين؟ ادور بالكود ده هنا في الاي والبي. الاي ده اللي هو الكود، والبي ده اللي هو الاسم. خدوا بالكم صح يا جماعه، الفي لوك اب بتمشي من الشمال لليمين، بتمشي من الشمال لليمين، ما بتمشيش من اليمين للشمال او من تحت لفوق او من فوق لتحت، لا هي بتمشي في اتجاه واحد بس، من الشمال الى اليمين فقط. تمام، احنا وقفنا عند ايه؟ عند التيبل. التيبل ده يعني افتكر على طول التيبل اللي انت عايز تدور بيه فين. هندور بيه هنا من A to B. تمام، طب الاندكس كولوم ده، الكولوم اندكس نمبر، انت عايز ايه؟ عايز انهي نتيجه، انهي نتيجه اللي تطلع لك من انهي عمود؟ اقول له العمود رقم 2، احنا عايزين النتيجه تطلع لنا من العمود رقم 2 اللي هو ايه؟ النيم، احنا عايزين النيم هو اللي يطلع، فندوس رقم 2. الرينج لوك اب، هل انت عايز الرينج تقريبي ولا اكزاكت؟ بمعنى لو احنا مثلا 260 مثلا، هو الكود ده، الكود اللي هو 260 ده ما لقيناش حاجه ليه، نجيب لك حاجه قريبه منه
فاقول له لا انا عايزها اكزاكت يعني بالظبط، فهدوس زيرو بالظبط، حتى تلاقي لي الريزلت اهي محمد اشرف سعد. قبل ما ادوس اوكي، هدوس اوكي هيطلع لي محمد اشرف سعد. طب هعمل كده في النتيجه عشان انزل، بدل بقى ما اقعد اكتب الفي لوك اب ده كتير، اروح اعملها كده اسحبها كده لتحت كده ايه. طب عشان نتاكد مثلا ناخد مثلا 379 ده، ناخده كوبي وندور بيه هنا مثلا، ندوس كنترول اف ونحط هنا دي كده وندوس نيكست، اسمه محمد ايمن محمد 379. لو طلعنا فوق كده هنا هيطلع محمد ايمن محمد 379، فكده احنا ماشيين صح. تمام، دي الفي لوك اب اللي هي بالاوتوماتيك. طب لو احنا عايزينها بالمانيوال، هنروح عاملين ديليت، نشيل دي كلها تاني ونكتبها مانيوال بقى. اي فانكشن، اي فانكشن في الاكسل بتبتدي بالايكوال يعني باليساوي، هندوس كلمة يساوي وهنكتب في ال او او كي. تمام، هنختار ب ب بال بزرار التاب، التاب اللي على الشمال اهو. انت عايز اول حاجة لوك اب فاليو، انت عايز تدور بايه؟ اقول له انا عايز ادور بالكود، هتلاقي فيه كده حرف بسيط جدا كده اسمها كول كوما، هي كوما اهي، دوس كوما اللي هي فوق السبيس على طول فوق المسطرة في لوحة المفاتيح، دوس كوما. هيقول لي انت عايز تدور بالكود ده فين؟ اقول له في التيبل ده، التيبل اللي هو ده لده، وبعد كده دوس كوما. هيقول لك انت عايز بتدور، انت عايز النتيجة تطلع لك من انهي عمود؟ اقول له من العمود رقم 2 اللي هو اللي فيه النيم، اكتب له رقم 2. انت بقى عايز ترو ابروكسيمت ماتش ولا اكزاكت ماتش؟ اقول لا انا عايز اكزاكت، انا عايز الحاجه تطلع لي بالظبط، لو ما لقيتهاش ما تجيبليش حاجه تقريبيه. فهنضطر ننزل نختار بالفولز، وهنختار بننزل بالاسهم تحت، وبعد كده نختار بالايه، بالتاب، التاب، وبعد كده نقفل الكوس وندوس انتر، يطلع لي محمد اشرف ساعه، ونسحب لتحت كده طلع لي الباقي. تمام، دي الفي لوك اب لازم ولابد وحتما لازم تكون عارفها صم زي اسمك. اي شركه في الدنيا دلوقتي بقى لازم الفي لوك اب وكم اكويشن تاني او كم فانكشن تاني تبقى انت عارفهم زي اسمك. اسمك كذا كذا كذا، يبقى في الاكسل انت عارفها كذا كذا كذا. الفي لوك اب مهمه جدا 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 جدا، بس كده الفي لوك اب مهمه جدا وسهله جدا زي ما انتم شايفين، ما كملش حوالي 3 4 دقايق بس كده. اتمنى طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة. كان معكم محمد تحسين، واتمنى تتفرج على الفيديوهات اللي هتظهر لك كمان شوية. تمام، كان معكم محمد تحسين من قناة سرشجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.